أكد موقع فوتبول الفرنسي اهتمام 3 أندية فرنسية بخدمات المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، ولم يشارك وردة في تدريبات ناديه باوك حتى الآن، وتدرب منفردا منذ عودته من المشاركة بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري. وذكرت التقارير أن النادي اليوناني يرغب في بيع اللاعب بقرار من المدرب أبيل فيريرا، وبدأ بعرضه لعدد من الأندية في أوروبا. وأوضح الموقع الفرنسي أن اللاعب يحظى باهتمام كل من تولوز وأولمبيك مارسيليا ومونبلييه، فيما أشار إلى أن الأخير يبدو الأكثر اهتماماً باللاعب.